بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف كيفية برمجة شاشة تكست مقاس 64x64 بالشكل المطلوب اللي حضرتك طالبه، بتقسيمة الأسماء عليها بالمقاسات. احنا بنبتدي دلوقتي نفتح البلاي ستور وبنكتب الابليكيشن اسمه ليد ارت. لينك التحميل بتاع الـ الابليكيشن هنلاقيه اسفل الفيديو، وبنكتب على ليد ارت ليت او ليد ارت وبنعمل له داونلود وبننزله عندنا وبنثبته بالشكل العادي. بعد كده بنيجي نفتح الابليكيشن. الابليكيشن بيبقى اسمه ليد ارت اهو. طبعا وانا في نفس المرحلة دي بفتح القائمة بتاعت الواي فاي، بلاقي ان الكنترول اسمه موجود عندي بالشكل ده كده، باكسس عليه زي ما باكسس على الراوتر كده. بيطلب مني الباسورد، بديله الباسورد الانيشيال بتاعه. وانا ممكن برضو اغير الباسورد ده، عن في فيديو تاني بنوضح الطريقة بتاع تغيير الباسورد عشان مش اي حد يبقى عارف الانيشيال باسورد بتاعي يأكسس على الكنترول او يبنج عليه. فانا بكتب الانيشيال باسورد اللي هو 8 8، او الباسورد اللي هي جاية بيه الكنترول 8 8، وبعمل كونكت. بيوصل معايا هو كونكتنج، وبعد كده بيقول كونكتد. بعد كده برجع للابليكيشن اللي انا بشتغل عليه او البرنامج، وببتدي احدد له المقاس اللي انا بشتغل عليه. اذا كان مقاس دي المقاس مثلا بتاعنا ده 64 سنتي في 64 سنتي، او 2 مديول جنب بعض في حوالي 4 مديولات فوق بعض. بعدين بقول له اوكي، وبعمل حاجة اسمها نيو بروجرام، وابتدي اوضح فيه اللير دي شكلها ايه. انا عايز اكتب على مديول واحد مقاس 16، اكتب مثلا رقم 91 واخد سبيس واكتب السعر بتاعه 1.50 كده مثلا. ده السعر بتاعي اللي هو على اول لير فوق. وببتدي اخد من هنا المقاس بتاع الخط، بدوس على دي كده وبختار المقاس بتاع الخط. ممكن مثلا اختار زي ما انا عايز، طبعا بيبقى بشكل اكبر شيء، بخليه بولد التعامل اللي هو العادي مع الاوفيس، وبسنتره وببتدي اخد المقاس اللي عندي بالشكل المنطقي. عايز ابعدهم عن بعض شويه، باخد سبيس بالشكل ده كده. بالنسبه لللاير الثانيه، عايز اعمل لاير تحتيها او في المربع اللي تحته او المستطيل اللي تحته، بضيف سعر تاني بالنسبه لللاير الثانيه. هنضيف هنا، انا طبعا في نفس البروجرام، هضيف من علامه الزائد دي تكست ثانية هيتضافت، وبرضو اخليها بنفس المقاس اللي هو مقاس المستطيل 64x16، وابتدي اكتب عليها القيمة الثانية اللي انا عايز اكتبها، وليكن مثلا 95، نقول 0.05 مثلا، وابتدي اقلل المقاس ده كده لان المقاس بيبقى مقاس الفونت كبير، ببتدي اقلله تاني، اعمله بالشكل ده كده، خليه بولد وخليه في السنتر. عايز اخد سبيس ما بينهم وبين بعض او مسافة كده، طيب. انا دلوقتي في والتالتة نفس الموضوع، القيمة التالتة التكست برضو، وباخد المقاس بتاعها اسحبها من فوق
اسحبها من تحت 16 واكتب فيها القيمة التالتة اللي هي مثلا وليكن دي وبعدين القيمة بتاعتها اللي هي او ديزل مثلا. ممكن عايز اغير اخلي الكتابة بالعربي اخلي الكتابة بالعربي واكتب ديزل واخد برضو المسافة بتاعتي واكتب القيمة اللي هي 0.47 مثلا وابتدي اقلل برضو الخط وممكن اختار شكل الفونت من هنا من اوبن سينس دي اختار شكل الخط دي كل دي خطوط موجودة عندي زي ما احنا شايفين اختار الحاجة اللي تديني شكل مناسب على مقاس اللوحة اللي انا بشتغل عليها وابتدي نسنترهم نخليهم في السنتر نخليهم بولد وممكن الرابعة نحط القيمة الرابعة نقول له اد تكست تاني من برضو من الموجب احنا طلعنا بره نخش تاني نقول له مثلا اد تكست كمان التكست ونحط التكست الأخيرة. التكست الأخيرة عندي قيمة احطها ما عنديش قيمة مثلا زي الكيروسين مثلا بحط مثلا نكتب مثلا محطة المحطة ممكن طبعا نخليها فوق ممكن نخليها تحت بأي طريقة زي مثلا ما خلينا 91 ب 1.50 ممكن اخلي اسم المحطة فوق محطة المحطة دي مثلا واخليها تجيلي بشكل الاول نظبط المقاس بتاع الخط كده كتبت محطة المحطة ممكن نخليها بولد محطة المحطة بالشكل ده كده ممكن نخليها اصلا تكونتينيو موف رايت مثلا او تمشي من اليمين للشمال بالشكل ده كده ادي كلمة محطة المحطة ناخد مسافة كده من البداية محطة المحطة ترحب بكم مثلا ترحب بكم وابتدي اشوف بقى السبيس دي السرعة دي عايزين نخليها بطيئة شوية ممكن نخليها 25 هتبتدي تبقى بطيئة طبعا التكرار عندي من البداية الرقم الصغير معناها ان هي بتمشي بسرعة الرقم الاكبر معناها ان هي بتمشي بطيء شوية ممكن اعمل لها بوردر مثلا او اطار ممكن اخلي الكلمة دي بس احط لها اطار كده بالشكل ده كده وابتدي خلصت بقى من اللاير ده او الـ الواجهه دي نحط اللاير الثانيه برجع باك وبحط لاير ثانيه بقول له اد من الزائد اللي فوق دي فبرضه في نفس اللاير نيو بروجرام معلش اسف والنيو بروجرام دي ممكن احط فيها ساعه مثلا يعني بدل تكست او ممكن احط تكست بالمساحه دي هنجرب اكتر من حاجة بحيث ان احنا يبقى كل الاحتمالات موجودة قدامنا يمكن احنا عايزين نغير بالشكل ده كده عايزين نغير بالشكل ده كده يبقى معانا السماحية ان احنا نغير اي حاجة من خلال الموبايل ادي مثلا كلمة محطة المحطة هنخلي المقاس
المقاس بتاع الخط شوية مناسب على قد المقاس اللي عندي، مثلا محطة المحطة هنخليها في السنتر كده بالشكل ده كده، وممكن برضو نعمل لها بوردر اطار بالشكل ده كده مثلا، نقلل الفونت شوية مثلا بالشكلية دي كده، ونخليها تثبت على قد ما احنا عايزين. ده الهولد اللي هي تثبت في كلمة محطة المحطة، ودي السبيد اللي هي سرعة دخول الكلمة على الشاشة. طبعا بتبتدي الصغير بيبقى فاست والأكبر بيبقى بطيء. وفي أكتر من أوبشن تاني، في عندنا آدي خلصنا من اللير اللي هي محطة المحطة دي، ممكن نعمل نيو بروجرام تاني، وبدل ما نحط فيه تكست هنشيل التكست دي ونقول له آد، ونقول له آد كلوك مثلا، هيظهر لي بالشكلية دي كده. أنا عايز هنا في الفورمات بتاع الدي والير نحط مانس ودي ومانس بس، ونرجع ودي الشكل اللي هو بتاع الفورمات بتاعت العرض. وطبعا هنا الجرينتش زائد مثلا على حسب المكان اللي انا موجود فيه، بيبقى مثلا كايرو اي تايم، بحط التايم بتاعي، وبعدين بشوف ال 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 الديسبلاي مود. في عندي سنجل لاين، في عندي تو لاين كده، مالتي لاين، في عندي تو لاين بس، فبتبقى الشكل ده كده شكل مناسب. ممكن احط ساعه انالوج واكتب عليها برضو، احط ال ديت بالشكل ده كده، ولو عايز احط اليوم برضو بحطه بالشكل ده كده، تبقى ساعه انالوج، او ساعه ديجيتال تبقى بالشكليه دي كده. وممكن اعمل لها اطار، ممكن ازود الفونت، الفونت سايز بتاعي بالشكل ده كده. في عندي اكتر من اوبشن موجود، لو عايز اعمل لها بوردر مثلا، بوردر اعمل لها البوردر بالشكل ده كده او بالشكل ده. ولو جيت هنا هيقول لي انت عايز الافكت عنده ايه، عايز الوضعية بتاعته ايه، اقول له مثلا كلوك وايز روتيشن، يبتدي يلف يمين يلف شمال، يظهر immediately كده ويبقى ثابت، وسرعة الحركة بتاعت الاطار. ممكن اعمل اكتر من نوعية اي لير انا عايزها. يعني مثلا ممكن اقول له اد، واقول له اعمل لي انيميشن او اد ايمج مثلا، اد ايمج، وابتدي اضيف الايمج عندي. لو انا عندي اللوجو بتاع المكان بحطه، بيبقى بشكل رسومي، او لو انا عندي الاشكال اللي هي اللوجو بتاع المكان. ف كده جربنا دي اللير دي مثلا، دي فاضية ما فيهاش حاجة، فبشيل علامة الصح من عليها. انا عايز ابعت اللير دي الاولانية، وابعت اللير التانية، وابعت اللير التالتة. طبعا كل لير بيبقى مكتوب فيها السرعة والهولد، يعني هتهولد قد ايه، هتقعد لي قد ايه على الشاشة. انا عايز كلمة الاسعار والحاجات دي تقعد لي فترة، ابتدي ازود عدد السكند اللي انا عايز اعملها. عايز اللير التانية اللي هي فيها محطة المحطة تقعد فترة 3 ثواني او ازيد او اقل، يبقى برضو بعملها. طيب انا عايز ناخد الرابعة دي اللي احنا ما حطناش فيها حاجة، نحط فيها تكست ونشوف شكل تاني للخطوط في الحركة، نقول له مثلا محطة المحطة ترحب بكم، وابتدي اخليها
to continue move right او تبتدي تمشي من اليمين للشمال. بالشكل ده كده وبالفونت الكبير اللي هو يبقى ظاهر قصادي. نخلي مثلا الفونت ممكن نخليه 40 مثلا، خليه بولد واعمل لها اطار واخلي continue move ده يبقى بشكل مثلا مبقاش سريع، وممكن اعمل لها بوردر اطار بنفس الشكلية دي كده او اي شكلية تعجبني. وممكن اخلي السبيد بتاعها سرعة الحركة بتاعتها بالشكل ده كده. ممكن اخليها تبتدي من السنتر من النهاية للنهاية كده عشان خاطر تنتهي معايا. ممكن اختار الفونت طبعا زي ما احنا قلنا النوع بتاع الخط، ادي نوع الخط. بالشكل ده كده وابتدي في النهاية اعمل سند للداتا دي كلها على الكنترول. لو عملت سند كده هيقول لي ان نوع الكنترول اللي هي شغالة معاك هي دي، هتسند الداتا عليها. هبتدي اقول له اوكي، هتظهر لنا بالصورة اللي هي احنا هنشوفها قدامنا دي. ادي المنظر ادي الديت والتايم. وادي كلمة محطة المحطة بالفونت اللي احنا اخترناه. احنا طبعا بمجرد ما بنعمل سند بالشكل ده كده بنلاقي سنت، بنلاقي الشاشة بتفصل وبتشتغل تاني.